سلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام سعيدة بلقياكم في هذا الموجز الإخباري المفصل وهذا أبرز عنوانه تطورات خطيرة في ملف الطالب أنور والمحكمة تؤجل النظر في القضية قبل الخوض في هذا الموجز الإخباري لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم التفاصيل اجلت غرفه الجنايات الابتدائيه بمحكمه الاستئناف بطنجة صباح يوم الثلاثاء 25 ابريل الجاري النظر في قضية جريمة قتل الطالب انوار وذلك الى جلسة 23 ماي المقبل وحول ملتمسات المطالبين بالحق المدني امرت المحكمة باستدعاء الشهود والمصرحين واجراء خبرة طبية حول جسد الضحية ومدى عمق الطعنات التي تعرض لها وادراجها ضمن ملف القضية كما قررت المحكمة رفض طلب المطالبين بالحق المدني باستدعاء شرطي من أجل الإدلاء بشهادته حول أداة الجريمة بعدما أكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن السكين المحجوز لا يتطابق مع الطعنات التي تعرض لها الطالب أنوار وإدراجها ضمن ملف القضية وكانت أسرة القتيل أنوار العثماني قد كثفت خرجاتها الإعلامية مؤخراً من أجل الضغط الإعلامي بسبب عدم اقتناعها بمسار التحقيق؟ وحسب تصريحات أم الطالب فإنها ترفض فرضية كون المتهم القاصر قامت وحدها بقتل الشاب، كما ترفض ادعاءات الفتاة المتعلقة بدفاعها عن شرفها، مؤكدة أنه يستحيل أن تتمكن المتهمة من التغلب على ابنها بسبب قوة بنيته الجسمانية. وكان قاضي التحقيق قد احال ملف الفتاه القاصر المتهمه بقتل الطالب انوار على انظار غرفه الجنايات الاولى بمحكمه الاستئناف بطنجة بعدما امتد التحقيق لاسابيع وقد اجلت المحكمه سابقا النظر في الملف لجلستين ووجهت للفتاه البالغه من العمر 17 سنه تهم القتل العمد الذي اعقبته جنايه السرقه واخفاء اشياء متحصل عليها من جنايه والسرقه الموصوفه امنا من مصادر موثوقه ان المتهمه تشبثت بروايتها الاولى طيله جلسات التحقيق حيث صرحت انها وجهت طعنات قاتله للشاب انور بعدما راودها عن نفسها واصر على فرض نفسه عليها بالقوه وكانت القاصر المتهمه في قضيه مقتل الطالب انور المنحدر من مدينه العرائش قد سردت تفاصيل الجريمه خلال مثولها سابقا امام انظار النيابه العامه بمحكمه الاستئناف بطنجه بعد احالتها من طرف عناصر الشرطه المكلفه بالتحقيق بالمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بولايه امن طنجه. وحسب المعلومات التي توصلنا بها من المصدر ذاته فقد صرحت المتهم القاصر انها زارت الهالك الذي تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي زارته في الشقه التي يكتريها بمنطقه مسنانه بعد الحاح منه وذلك يوم الجمعه 4 نوفمبر المنصرم قبيل صلاه الظهر وافادت المصادر ان القتيل ترك المتهمه التي اعترفت بقتل الضحيه وتوجه لاداء صلاه الجمعه حسب اقوالها مضيفه ان الاخير عاد للشقه وخلال تحضيرها لوجبه الغداء بالمطبخ حاول ممارسه الجنس عليها بالقوه واصر على ذلك برغم محاولاتها الافلات منه لتقوم بطعنه بواسطه سكين مطبخ ثلاث طعنات اخطرها على مستوى العنق واستمرت المتهمه في تصريحها حسب المصادر حيث قالت انها بعد قتلها للضحيه قامت بمسح جميع البيانات على هاتفه المحمول حتى تخفي اي صله له بها وقامت بعدها بالاتصال بخالها بمدينه مارتيل لتخبره بالواقعه حيث امرها بملاقاته فورا واحضار اداه الجريمه حيث قام بمساعدتها على التخلص منها ومن ملابسها الملطخه بالدماء وحسب المصادر فقد قدم دفاع المتهمة شهادة طبية قديمة تثبت أن المتهمة التي تبلغ من العمر 17 سنة تعاني من اضطرابات نفسية. تجدر الإشارة أن المتهمة كانت قد صرحت بنفس التفاصيل لدى الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث بعد الاستماع لها تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها بسجن طنجة إلى غاية توجيه التهم لها بحضور ولي أمرها كونها قاصر وحسب مصادرنا فإن المشتبه فيها تعيش ظروفاً عائليه صعبه بعد انفصال والديها اللذين يعيشان خارج أرض الوطن حيث تقطن هي برفقة خالها الموقوف أيضاً على ذمة التحقيق بمدينة مارتيل ضواحي تطوان. نهاية الموجز أشكركم على المتابعه والى اللقاء.